هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر. وكنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه عن موجه الحر الشديده اللي موجوده هذه الايام، مش بتاثر بس علينا، كمان ليها تاثير سلبي كبير جدا على الثروه الحيوانيه. عشان كده وزاره الزراعه بتكثف من حملات التوعيه للمزارعين والمربين لحمايه الثروه الحيوانيه والداجنه من الارتفاع الشديد في درجات الحراره وتخفيف تاثيرها كمان. طيب خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن تاثير موجات الحراره الشديده على الثروه الحيوانيه وطرق التعامل معها من دكتور محمد مصباح الضياصي رئيس معهد بحوث الصحه الحيوانيه. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم جميعا وعلى كل المصريين، كل سنه وحضراتكم طيب. كل سنه وحضراتكم طيب. علينا كلنا على يا رب. امين. لو هنقول كبسوله ارشادات كده خاصه بالمربيين للحفاظ على الحيوانات من اي تاثيرات سلبيه من الموجات الحر الشديده هتبقى ايه يا فندم؟ طبعا يا فندم عجبنا جدا نهايه الحديث السابق مع حضرتك، الوقاية خير من العلاج. انا بس هستاذن حضرتك لو نقف في مكان فيه شبكه اكتر عشان صوت حضرتك مش واضح. طيب تمام يا فندم. انا بقول لحضرتك كده، انا يعني حضرتك نهيت الحديث السابق بالوقاية خير من العلاج. حقيقي. وده ملخص الاحتباس الحراري أو الموجة الحرارية اللي بتمر بيها البلاد في الفترة اللي جاية، والإنتاج الحيواني بيتأثر تأثير مباشر بارتفاع الموجة الحرارية ديت، بمزارع الدواجن بيرتفع نسبة الوفيات فيها، مزارع الحلاب بيقل انخفاض اللبن، بيحصل انخفاض للبن، انتاج اللحم بيقل في عجول التسمين، مشاكل كتير احنا بنواجهها. وعشان كده دايما احنا بننصح المربيين في الفتره اللي جايه بنقول لحضرتك ربنا خلق الحيوان بيحب الاكل بعد شروق الشمس وقبل الغروب، ده الطبيعه اللي خلقه عليها ربنا. وعشان كده احنا بنقول لحضرتك دايما التغذيه تكون متوازنه وتكون في الاوقات بعيد عن الحر خالص، لان الحيوان ساعه ما بيحس بالحراره او ارتفاع درجه الحراره هو بيبعد عن الاكل تماما وبيرفض الاكل تماما. فعشان كده بناكد على حضرتك انت لازم تاكل حيواناتك الصبح بدري، العليقه بتاعتك او العلف اللي بيكون متوازن بيحتوي على العناصر الغذائيه اللازمه عشان يقاوم عمليه الاحتباس الحراري. الحاجه الثانيه احنا بنزود عدد المسائي والمصادر الميه، وبتكون مصادر ميه نظيفه وميه بارده في بالاخص في مزارع الحلاب. الحاجه الثالثه احنا بنزود عدد التهويه او المكان التهويه بتاعته بنزودها، حتى في اماكن لما بنكون مغلقه احنا بنزودها بشفاطات او مراوح على قد ما نقدر على اساس نقلل عمليه الانبعاث الحراري اللي طالع من الحيوان او من فضلاته او من الاكل اللي هو حتى اكله. الحاجة الأهم إن احنا بنزود الرش للحشرات المصة للدماء، لأن فترة ارتفاع درجة الحرارة بتزيد الحشرات المصة للدماء، فبناء عليه بتزيد الأمراض المرتبطة بالعائل الوسيط اللي بينقل الأمراض ديت، فبتزيد أمراض معينة. فبنقول لحضرتك يا ريت تتوجه لأقرب وحدة بيطرية أو إدارة بيطرية. عشان زي إيه مثلا يا دكتور محمد؟ إيه الأمراض اللي ممكن تنتشر؟ في عندنا امراض يا فندم زي طفيليات الدم اللي هي بتتنقل عن طريق الاوراد والناموس، في امراض زي حمى الثلاث ايام، في امراض ما زي الجلد العقدي، التهاب الجلد الاوديمي، دي بعض الامراض اللي بتزيد انتشارها في فصل الصيف وبنقول لحضرتك انها امراض الصيف. عشان كده احنا دايما ناكد على المربي لازم تسيطر على العائل الوسيط باستخدام الموجات الحشريه اللازمه الامنه التي لا تضر الحيوان ولكن تؤثر على الطفيل او العائل الوسيط تاثير مباشر. التحصين ضد الامراض الفيروسيه اللي بتتنقل زي قلنا حمى الثلاث ايام، الجلد العقدي، ومقاومه طفيلات الدم بالادويه المستخدمه اللازمه. وفي الاخر بنقول لهم يعني ايه اهتموا بسرقة الحيوانية جدا لان احنا في احتياج شديد ليها في الفترة اللي جاية. طبعا بكل تأكيد، واكيد اهلينا اللي متعودين على تربية الماشية والناس اللي بتربي ماشية من زمان عارفين كل هذه الامور، لكن دي نصائح مهمة جدا لصغار المربين او الناس اللي لسه داخلة في هذا المجال حديثا. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد مصباح الضياصي رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية، شكرا جزيلا ليك.